بالامس بقى قبل هذا الحوار، انا يعني احاول ان يعني اصل الى كل ما تم خلال الفتره الماضيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس التقى مع الرئيس دونالد ترامب في احد الفنادق المخصصه لمقابله الرؤساء، وكما تبعتم الرئيس ترامب بيشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي ويقول بانك قائد عظيم وزعيم حقيقي رائع بيحظى باحترام الجميع، وقال بانه بشكل واضح يعني يطمئن كل الاطمئنان على دولة بيقودها رجل. الرئيس عبد الفتاح السيسي استلمت الدولة وهي في حالة فوضى عارمة، حولها إلى مرحلة استقرار، فأنا غير قلق على الأوضاع في مصر، ودعا إلى التعاون ومزيد من التعاون مع مصر، الدولة الواعدة المستقرة القوية. والرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا شكر الرئيس ترامب على العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين، ودعا أيضا إلى ضرورة المسارعة في تفعيل كل هذه الاتفاقات، خاصة الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. والرئيس أكد في كلمته أمام ترامب بأنه مصر قادمة وماضية في عملية الحرب على الإرهاب، وبأنها بتطالب العالم كله بأن يكون موقفه موقف واضح وصادق وأمين في هذه الحرب على الإرهاب.